السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ثم أما بعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السهول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى. وبلغنا قول المصنف رحمه الله: ويرجح موجب الحد والحرية، في صفحة 453. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرجح موجب الحد والحرية على نافيهما عند أكثر أصحابنا. هاتان مسألتان من مسائل الترجيح: أولاهما أنه يرجح الدليل الذي يوجب الحد على الدليل الذي ينفي وجوب الحد في صورة من الصور، والمسألة الثانية ترجيح الدليل الموجب للحرية من الرق على الدليل النافي للحرية، أي الموجب للرق في صورة من الصور. قال المؤلف رحمه الله: عند أكثر أصحابنا. والأمر كما ذكر المؤلف رحمه الله، فقد ذهب أكثر الحنابلة ووافقهم أكثر الشافعية على ترجيح الدليل الموجب للحد على النافي للحد، وترجيح الدليل الموجب للحرية على الدليل الموجب للرق. وخالفهم في هذا الحنفية والمالكية في الصورتين، في المسألتين، فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى ترجيح الدليل الموجب، الدليل النافي للحد على الدليل الموجب للحد، وترجيح الدليل الموجب للرق أي النافي للحرية على الدليل الموجب للحرية. أما الحنابلة والشافعية فاستدلوا في المسألة الأولى، أي في ترجيح الدليل الموجب للحد على النافي له، بأن الدليل الذي أوجب الحد مع صاحبه زيادة علم، بخلاف النافي للحد فإنه مبق على الأصل، فما أفادنا علما جديدا. واستدلوا في المسألة الثانية، أعني ترجيح الدليل الموجب للحرية على النافي للحرية، استدلوا بأن الشرع متشوف إلى عتق الرقاب، ولهذا نجد أن الشارع قد جعل عتق الرقبة في أحكام كثيرة. وأما أصحاب المذهب الثاني، أعني الحنفية
والمالكية، فاستدلوا في المسألة الأولى وهي ترجيح الدليل الموجب للحد على النافي له، استدلوا بالحديث ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا في المسألة الثانية، أعني ترجيح الدليل النافي للحرية على الموجب للحرية، استدلوا بأن الأصل بقاء ملك السيد لعبده، الأصل بقاء ملك السيد لعبده لعدم ما يغيره، فوجب التمسك بالأصل. هذه أدلة الفريقين في المسألتين باختصار. وقوله ويرجح موجب الحد، يعني أي حد، سواء كان الحد في النفس أو فيما دونها. مثال الأول، أي موجب الحد في النفس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فهذا يوجب حد الردة بقتل النفس المرتدة، ويدل الحديث بعمومه على وجوب قتل المرأة المرتدة. ويعارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، أو كما ورد، والشاهد في قوله نهى عن قتل الصبيان، نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء. فالحديث يدل بعمومه على عدم قتل المرأة المرتدة، فيتعارض الحديثان، فيرجح الحديث الأول على مذهب الحنابلة، بناء على مذهب الحنابلة في ترجيح الموجب للحد على النافي له. إذن يترجح الحديث الأول، هذا مثال، وهو مثال الحالة الأولى، يعني موجب الحد في النفس. ومثال تعارض الموجب للحد والنافي له فيما دون النفس، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. ويعارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، أو كما ورد. فيتعارض الحديثان في صورة، وهي ما إذا سرق السارق ما دون ربع دينار، بأن يسرق بيضة تساوي درهما مثلا، تعارض الحديثان. فالحديث الأول ينفي الحد عنه، والحديث الثاني يوجب بظاهره الحد عليه بقطع يده، فيرجح الحديث الثاني لأنه موجب للحد. هذا مثال.
الغرض هو ضرب المثال لتوضيح القاعدة. وأما المسألة الفقهية في قطع يد السارق هل له نصاب أو لا، فهي مسألة فيها خلاف مشهور بين الفقهاء. إنما الغرض التمثيل. قال: ويرجح موجب الحد والحرية. مثال تعارض الدليلين أحدهما يوجب الحرية والآخر يوجب الرق، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أنه لو كان هناك ثلاثة أشخاص مثلا، ثلاثة رجال اشتركوا في شراء عبد، كل واحد دفع الثلث، فصاروا شركاء في عبد واحد، ثم إن أحدهم أعتق شركه نصيبه من العبد. ففي الحديث يقول: إذا كان هذا الذي أعتق نصيبه، أعتق الثلث الذي هو نصيبه، إذا كان له مال، عنده مال يبلغ ثمن العبد بحيث يستطيع أن يعطي بقية الشركاء حصصهم وأنصبتهم من العبد، من قيمة العبد، فإنه يعطي الشركاء حصصهم ويعتق العبد عليه، وإلا يعني وإن كان فقيرا فإنه يعتق نصيبه فقط، وأما بقية أنصبة الشركاء فإنها تبقى لهم، بمعنى أنه يبقى العبد عبدا رقيقا في بقية الحصص. فإذا أعتق نصيبه وهو الثلث ولم يكن له مال، فمعناه أن الثلثين يبقى رقيقا من العبد، ولا يستسعى العبد، لا يقال له اسعى وتكسب حتى تجمع مالا وتعطي بقية الشركاء حصصه، لا، يبقى العبد عبدا في بقية الأنصبة فيما لم يعتق منه. هذا معنى الحديث. لكن هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له من مملوكه فعليه خلاصه من ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. فحصل بهذا التعارض بين الحديثين، لأن الحديث الثاني يوجب للعبد الحرية في كل الأحوال، حتى لو كان الذي أعتق نصيبه حتى لو كان فقيرا فإن العبد يعتق، لكن بعد أن يستسعى العبد، أن يطلب منه السعي والتكسب غير مشقوق عليه، لا يشقون عليه، يمهلونه حتى يتكسب ويجمع المال فيعطي الشركاء حصصهم ويصير كله حرا. فتعارض الحديثان، وحينئذ يرجح الحديث الثاني لأنه موجب لحرية العبد بخلاف الحديث الأول، فإنه يوجب بقاء العبد رقيقا فيما بقي من أنصبة الشركاء. قال: الترجيح بالأمر الخارج،
هذا آخر أنواع القسم الأول في المرجحات، وذلك أن المصنف رحمه الله ذكر في الترجيح أنه قسمان رئيسان، أحدهما ترجيح لفظي والآخر ترجيح قياسي. ثم الأول، القسم الأول الرئيسي، أربعة أنواع: ترجيح من جهة السند، وترجيح من جهة المتن، وترجيح من جهة المدلول، وترجيح باعتبار أمر خارجي. فهذا هو آخر أنواع القسم الأول الرئيسي. فقال المؤلف رحمه الله: الترجيح بالأمر الخارج يرجح المجرى على عمومه على المخصوص عند أصحابنا وغيرهم لكثرة فائدته. هذه المسألة الأولى في هذا النوع، وهو ترجيح الدليل المجرى على عمومه، وهو الذي اصطلح الأصوليون على تسميته بالعام المحفوظ. العام المحفوظ أي الذي حفظ عن التخصيص قبل النزاع، الذي حفظ عن المخصصات قبل هذا النزاع، قبل النزاع الذي يذكر في المسألة. يرجح على العام المخصوص الذي دخله مخصص أو أكثر. قال: عند أصحابنا وغيرهم. نعم، هذا هو مذهب الحنابلة، بل هو مذهب أكثر العلماء، وخالف بعض الشافعية في المسألة. وهو خلاف ضعيف، عامة العلماء على ترجيح العام المحفوظ أي الذي أجري على عمومه فلم يخص على العام المخصوص. قال: لكثرة فائدته. لكثرة فائدته، هذا هو الدليل. اللام هنا لام التعليل، يرجح العام المحفوظ على العام المخصوص لأن الفائدة من العام المحفوظ أكثر، وذلك أن الحكم في العام المحفوظ يجري في جميع أفراده، فهو يجري في أفراد أكثر، بخلاف ما لو خص، لو خرج منه فرد أو أفراد، فإن الحكم سيجري في بعض الأفراد، وهي الأفراد التي بقيت بعد التخصيص، فيتخلف الحكم في بعض الأفراد. أما العام المحفوظ يجري الحكم في كل الأفراد، فالفائدة من العام المحفوظ أكبر. وأيضا أن العام المحفوظ هو حقيقة، تسميته عاما حقيقة، وهو أيضا حجة بالاتفاق. وأما العام المخصوص فقيل بأنه يسمى عاما على سبيل المجاز، لأنه غير مستغرق، إنما يتناول بعض الأفراد. وهو يضعف بالتخصيص، ولهذا في الحنفية يقولون بأن مدلول العام المحفوظ قطعي، ومدلول العام المخصوص ظني، فيمنعون تخصيص العام المحفوظ إلا بقطعي، ويجيزون تخصيص العام المحفوظ بكل مخصص. فلهذا كله صار العام المحفوظ أقوى من العام المخصوص. مثال المسألة قول الله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. ما لفظة ما الاسم الموصول ما يفيد العموم، فمقتضى هذا العموم
جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين. جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين لهذا العموم أو ما ملكت أيمانكم. لكن يعارض هذا الدليل دليل آخر، وهو قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، فإنه يدل بعمومه على تحريم الجمع بين الأختين ولو بملك اليمين. إذن عمومه يدل على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين لا في نكاح ولا في ملك يمين. فترجح الآية الثانية على الآية الأولى، وذلك لأن العام فيها وأن تجمعوا بين الأختين عام محفوظ قبل هذا النزاع، عام محفوظ لم يدخله أي مخصص قبل النزاع. وأما الآية الأولى فالعموم فيها مخصوص، أو ما ملكت أيمانكم، وإن كان عاما لكنه قد دخله التخصيص، فإنه قد خص منها الأخت من الرضاعة، فلا تحل بملك اليمين بالإجماع، لأنهم أجمعوا على أن قول الله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، مخصص لقول الله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، ودخله أيضا مخصص آخر، أعني خص من عموم قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، خص منه موطوءة الأب، فلا تحل بملك اليمين اتفاقا أيضا، فهو عام دخله أكثر من مخصص فيضعف بالتخصيص. إذ يحتمل عند المجتهدين أن تدخله مخصص، أن تدخله مخصصات أخرى، فيقدم العام المحفوظ وهو الآية الثانية على العام المخصوص وهو الآية الأولى. قال: ويقدم ما تلقي بالقبول. هذا شروع في مسألة ثانية. ويقدم ما تلقي بالقبول على ما دخله النكير. يعني يقدم الدليل الذي تلقاه العلماء بالقبول فصححوه ولم يضعفه أحد على الحديث الذي دخله النكير، أي التضعيف، سواء كان راويه، سواء كان الذي أنكره هو راويه، أو كان الذي أنكره غيره ممن بلغهم الحديث في الكتب أو بالرواية فضعفوه. ولو لم يجمعوا على التضعيف، بمعنى أن الحديث الذي تلقاه العلماء بالقبول والتصحيح مقدم على الحديث الذي أنكره أي ضعفه بعض العلماء، سواء أنكروا سنده أو متنه، المهم أنه دخله النكير ولو من بعض العلماء. قال: لأن لذي القبول قوة والنكير ضعيف. والنكير ضعيف، هذا دليل المسألة. يقول: لأن لذي القبول، ذي بمعنى صاحب، أي الحديث الذي تقبله العلماء فصححوه كلهم، له قوة
وهذا لا شك فيه، وهذا من صور الإجماع: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإن هذا الحديث ليس معناه لا تجتمع أمتي في حكم شرعي فقط، بل حتى لو اجتمعوا على تصحيح حديث أو العمل بقاعدة أو التعليل بعلة أو تأويل نص بتأويل معين أو غير ذلك من صور الإجماعات، فإنها كلها حجة. ولا شك أن الإجماع قوي، فهذا معنى قوله: لأن لذي القبول قوة. الحديث الذي تقبله العلماء ولم يضعفوه له قوة. ومن هنا قدم بعضهم أحاديث الصحيحين على غيرها من الأحاديث من هذا الباب، لأن الأمة تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول، بخلاف غيرهما من الكتب ففيها الصحيح وفيها الضعيف. قال: والنكير ضعيف. وهذا لا شك فيه، هذا واضح، وهو أن النكير، أي الذي دخله النكير، هو ضعيف عند صاحبه، عند يعني من ضعفه، عند من أنكره هو ضعيف. سبق أن نبهنا على أن الترجيح لا يكون إلا بعد صحة الحديثين، وقد ذكرناه من قبل، لأن الضعيف وجوده كعدمه، فإذا تعارض صحيح وضعيف فالذي في المسألة دليل واحد، لا دليلان متعارضان، دليل واحد وهو الصحيح، لأنه ثابت مقبول، فنحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله أو أقر، إن كان قولا أو فعلا أو إقرارا. أما الضعيف فوجوده كعدمه. لكن هنا كما قلنا ليس المعنى ما دخله النكير ما أجمع العلماء على ضعفه، وإنما ما ضعفه بعض العلماء، وحينئذ من قبله من العلماء ورآه صحيحا فلا يصح أن يقدمه على الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. ينبغي أن تتأول المسألة على هذا التفسير، لأنه لو كان ضعيفا باتفاق فلا ترجيح هنا أصلا، لأن الحديث الأول الصحيح ثابت وحده، والضعيف لا وجود له من حيث الحقيقة، فوجوده كعدمه، لأننا نعتقد في الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ولا فعله ولا أقر. قال: نعم، ويقدم ما تلقي بالقبول إلى آخره. بقي المثال، مثال المسألة، مثال المسألة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود، ولا يفعل ذلك في السجود، أو كما ورد الحديث باختصار. فالشاهد في قوله ولا يفعل ذلك، أي رفع اليدين في السجود. لكن حديث ابن عمر هذا رضي الله عنهما يعارضه حديث عمير ابن قتادة الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، فيتناول السجود بعمومه،
وقوى العموم كلمة كل، فإنها من أقوى صيغ العموم، فيدل على أنه عند السجود يرفع يديه. لكن يرجح الحديث الأول، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وذلك لأنه مروي في الصحيحين، بخلاف الحديث الثاني حديث عمير بن قتادة رضي الله عنه، فإنه ليس في الصحيحين وقد دخله النكير، فقد ضعفه كثير من المحدثين، بل أكثرهم، والله أعلم. قال: وعلى قياسه يقدم ما قل نكيره على ما كثر. هذه مسألة جديدة. وهي شبيهة المسألة السابقة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وعلى قياسه. على قياس المسألة السابقة، أن ما قل نكيره مقدم على ما كثر نكيره. حديث ضعفه عالم أو عالمان أو ثلاثة مثلا، يرجح على حديث ضعفه 10 أو 20 أو أكثر العلماء. وكما قلت لكم إن معنى الحديث، إن معنى هذا المرجح ينبغي ألا يجري إلا عند من صحح الحديث. يعني من رأى صحة الحديثين الذي دخله نكير قليل والذي دخله نكير كثير، أي من علماء كثر، وصح عنده الحديثان، فينبغي ترجيح الأول على الثاني. ينبغي تأويل المسألة على هذا المعنى، وإلا فإنه لا ترجيح بين ضعيف وأضعف، لا ترجيح بين ضعيف وأضعف منه، إنما الترجيح بين حديثين صحيحين. فالظن عند من صحح الحديثين، الظن عنده بصحة الحديث الذي قل نكيره أقوى من الظن الحاصل عنده بصحة الحديث الذي كثر منكروه، أي مضعفه. وبعض الظن أقوى من بعض، فإن الظنون ليست في رتبة واحدة، فلهذا رجح الذي قل نكيره على الذي كثر نكيره، أي كثر تضعيفه. مثال المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويعارضه حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، من قتل عبده قتلناه. فهذان الحديثان كلاهما دخله النكير، أي التضعيف من العلماء، لكن يرجح الحديث الثاني على الحديث الأول لأن مضعفي الحديث الأول أكثر من مضعفي الحديث الثاني، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقدم ما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي
على غيره مما لا يعضده ذلك. هذه مسألة جديدة، يقدم الدليل الذي عضده وعضده بالتخفيف وبالتشديد، كلاهما صحيح، أي أسنده وقواه وآزره. قال: ويقدم ما عضده عموم كتاب أو سنة بالخفض، سنة معطوفة على كتاب، والمعطوف على المجرور مجرور مثله، لأن المعنى ويقدم ما عضده عموم كتاب أو عموم سنة أو عموم سنة، لكن بعد ذلك يأتي الرفع أو قياس. قياس عطف على عموم فيرفع مثله، لأن العطف من التوابع كما هو معلوم في علم النحو. فالمعنى يقدم ما عضده عموم أو قياس أو معنى عقلي. على غيره مما لم يعضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي. وهذا معنى قوله مما لا يعضده ذلك، اسم الإشارة يرجع لجميع ما ذكر. وقوله أو معنى عقلي يعني فيما هو معقول المعنى، فالأحكام المتعقلة المعنى. مثال الصورة الأولى وهو ما عضده عموم الكتاب العزيز، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من شدة الغلس، أو كما قالت رضي الله عنها. هذا الحديث يقتضي أن السنة أن تصلى الفجر في أول وقتها، وهو ما يسمى بالتغليس. التغليس أي صلاة الفجر في وقت الغلس، في أول وقت الصبح، الظلام لا زال قائما. لكن يعارضه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الثاني حديث رافع رضي الله عنه يقتضي أن السنة في صلاة الفجر أن تؤدى في آخر وقتها حين يسفر الفجر وتستبين الأشياء. هذا تعارض، فيرجح الحديث الأول وهو التغليس على حديث الإسفار، لأن الحديث الأول يتأيد بعموم الكتاب العزيز، وهو قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. فالمسارعة والاستباق تقتضي أن تؤدى الفجر في أول وقتها. هذا مثال الصورة الأولى. مثال الصورة الثانية وهو ترجيح ما عضده عموم سنة على ما لم يعضده ذلك، مسألة
الحيوان الذي يسميه بعض الناس خنزير الماء، هل يجوز أكله أو لا؟ يتعارض فيه دليلان، دليل يمنع من أكله وهو قول الله تعالى: أو لحم خنزير قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. يتناول هذه الصورة، فإنه يسمى هذا الحيوان يسمى خنزيرا، خنزير الماء. لكن يعارضه دليل آخر يبيح أكله، وهو قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر، فإنه عام في كل ما يصاد من البحر. فيتعارضان في هذه الصورة، في صورة ما يسمى بخنزير الماء. فيرجح الدليل الثاني المبيح، لأن الدليل الثاني أحل لكم صيد البحر يؤيده عموم السنة، وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم في البحر، قوله: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا عام في كل ميتة البحر أنها تحل. هذا مثال الصورة الثانية. مثال الصورة الثالثة وهو ترجيح ما عضده قياس شرعي على ما لم يعضده. مثاله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث يعارضه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن امرأة ومعها بنت لها جاءتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها سوارتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تعارض الحديثان، الأول ينفي زكاة الحلي والثاني يوجبه. فيرجح الحديث الأول، حديث جابر رضي الله عنه الذي ينفي زكاة الحلي، لأنه يتأيد بالقياس، بقياس شرعي. فإن ثياب البذلة، ما يسميه الفقهاء ثياب البذلة، وهي الثياب التي يلبسها الإنسان عند أداء عمل من الأعمال، ثياب البذلة لا تؤدى فيها، لا تؤدى زكاتها مهما غلا ثمنها، لأنها معدل الاستعمال، فلا تجب فيها زكاة ولو كثر ثمنها، حتى لو صار أكثر من الذهب والفضة. فكذلك إذن الذهب، المرأة الذي عدته الذهب الذي عدته المرأة للاستعمال لا يتجب الزكاة فيه. هذا قياس، فيؤيد الحديث الأول فيترجح على الثاني. إذن هذا مثال هذه الصورة. مثال الصورة الأخيرة وهي ترجيح الدليل الذي عضده معنى عقلي على ما لم يعضده. مثال ذلك لحوم الهدي، هل يجوز للحاج أن ينقل لحوم الهدي، يعني ينقلها من الحرم إلى الحل فيفرقها على فقراء الحل؟ في هذه المسألة حديثان متعارضان أو نصان متعارضان. الأول يمنع ذلك، وهو قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق.
وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. إذن الحرم هو محل هذه اللحوم، فلا يجوز نقلها عنه. ويعارض هذا الدليل دليل آخر يبيح نقلها، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 300، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وتزودوا. قال جابر: فأكلنا وتزودنا. وفي رواية: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن الثاني، الدليل الثاني يبيح نقل لحوم الهدي خارج الحرم، فيعطى لفقراء الحل، والأول يمنع ذلك. فيرجح النص الأول المانع على النص الثاني المبيح، لأن النص الأول يتأيد بمعنى عقلي، وهو أن الله سبحانه وتعالى ما أمر بذبحها في الحرم إلا للتوسعة على فقراء الحرم، والتوسعة لا تحصل بصرف هذه اللحوم إلى غيرهم، لا تحصل بصرفها إلى غيرهم. انتهت أمثلة هذه الصور المذكورة في هذه المسألة، والآن سيشرع المصنف رحمه الله في مسألة جديدة، فقال: فإن عضد أحدهما كتاب والآخر سنة فروايتان، فروايتان عن أحمد رحمه الله، رحمه الله تعالى، إحداهما يقدم ما عضده الكتاب لقوته وتقديمه على السنة، والثانية يقدم ما عضده السنة لأنها مبينة للكتاب. إلى هنا تنتهي المسألة. معنى هذه المسألة: إذا تعارض دليلان وأحدهما يعضده أي يقويه ظاهر الكتاب العزيز، والدليل الثاني يعضده ويقويه ظاهر السنة المشرفة، إذن أحد الدليلين المتعارضين يعضده الكتاب العزيز، والدليل الآخر يعضده السنة المشرفة، فأيهما يقدم؟ فقال المؤلف رحمه الله: عن أحمد روايتان، إحداهما تقديم ما عضده الكتاب، والثانية تقديم ما عضدته السنة. وسكت المؤلف رحمه الله عن الترجيح في هذه المسألة، ولكن غيره لم يسكت، وقد ذكر بعض الحنابلة أن ظاهر كلام أحمد هو تقديم ما عضدته السنة، ظاهر كلام أحمد تقديم ما عضدته السنة على ما عضده الكتاب العزيز. قال: إحداهما يقدم ما عضده الكتاب لقوته، شروع في الدليل، لام هذه لام التعليل، لقوته أي لكون القرآن أقوى الأدلة، فهو أصل الأصول كلها، فإن حجية السنة ثابتة بالكتاب العزيز، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك. إذن حجية السنة وسائر الأدلة كلها ثابتة بالكتاب العزيز،
فهو أصل الأصول كلها، وهو أقوى الأدلة. قال: وتقديمه على السنة. نعم، عند الذكر إنسان، حتى الناس المعتادون إذا نطقوا بالكتاب والسنة يبدأون بالكتاب في العادة، يقولون الكتاب والسنة. والعلماء إذا ذكروا أيضا ذلك يجب العمل بالكتاب والسنة. وإذا ذكرنا الأدلة المتفق عليها نقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالكتاب العزيز دائما يذكر مقدما على السنة، وذلك يشعر بقوته وأولويته في الترجيح فيما إذا عارضته السنة. قال: والثانية، الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي قلنا إن الأصحاب قالوا بأنها ظاهر كلام أحمد، يقدم ما عضده السنة هكذا بتذكير الفعل عضده، فيجوز عضدته ويجوز عضده، لأن المؤنث مجازي فيجوز تذكير الفعل وتأنيثه، كما قال تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب. حق ولم يقل حقت، وهو جائز في اللغة، أعني الوجهان، أن الوجهين جائزان. يقدم ما عضده السنة لأنها مبينة للكتاب، هذا الدليل، دليل المذهب الثاني الذي هو رواية ثانية عن الإمام أحمد، وهو أن الدليل الذي عضدته السنة يرجح على الدليل الذي عضده الكتاب، لأن السنة مبينة للكتاب. السنة وظيفتها تبيين الكتاب، من وظائف السنة تبيين الكتاب، تبيين الكتاب العزيز، تبيين مجمل القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا السنة بيان للقرآن، والمبين مقدم على المبين. الآن إذا وجد مجمل ومبين فبأيهما نعمل؟ الجواب أننا نعمل بالمبين ونترك المجمل، لأن النصين كالنص الواحد، إنما أجمل في موضع وبين في موضع. إذن المبين مقدم، وبما أن السنة مبينة للقرآن فتكون مقدمة عليه عند التعارض، هكذا قيل. مثال المسألة: الضبع، الحيوان المعروف الضبع، هل يجوز أكله أو لا يجوز؟ يتعارض فيه حديثان خاصان، حديثان خاصان. أولهما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. فهذا الحديث يدل على إباحة أكل الضبع، يقول هو صيد تصيده وتأكله، لكن المحرم إذا صاده عليه فدية لأنه محظور عليه الصيد. إذن هذا الحديث يبيح أكل الضبع، لكن يعارضه حديث آخر، وهو حديث خزيمة ابن جزء بفتح الجيم وإسكان الزاي، حديث خزيمة بن جزء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضبع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضبع. فيتعارض الحديثان وهما حديثان خاصان، لكن الحديث الأول يشهد له ظاهر القرآن، وهو قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلى آخر الآية. فلم يذكر فيها الضبع لا بعموم ولا بخصوص،
والحديث الثاني حديث خزيمة رضي الله عنه يشهد له ظاهر السنة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، فإن العموم يتناول بظاهره الضبع، فيتعارض الدليلان، فيرجح ما عضدته السنة بناء على المذهب على خلاف بين العلماء في المسألة. وينبغي أن نتنبه لشيء، وهو أن بعض الأصوليين ذكر هذه المسألة صورتين، وهي ما إذا تعارض الكتاب العزيز، إذا تعارض دليلان أحدهما من الكتاب العزيز والآخر من السنة المشرفة أيهما يقدم، ثم ذكروا عقبها هذه المسألة صورة ثانية فقالوا: وكذلك إذا تعارض دليلان أحدهما عضده الكتاب العزيز والآخر عضدته السنة المشرفة أيهما يقدم؟ والحكم في الصورتين واحد، الخلاف هو هو. والحقيقة أن هذه الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا واقتصر عليها فلم يذكر الصورة الأولى، الحقيقة أنها راجعة إلى الصورة الأولى، يعني ما ذكره المصنف رحمه الله وهو تعارض الدليلين اللذين أحدهما يشهد له الكتاب والآخر يشهد له السنة، الحقيقة أنها تؤول إلى المسألة الأولى، أو تقول تؤول إلى الصورة الأولى، وهي تعارض دليلين أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، لأن هذا الذي يذكرونه معضدا هو في الحقيقة يعارض المعضد الآخر، والمعضد هو في نفسه دليل في المسألة، هذا المعضد أي الدليل من الكتاب والمعضد الذي هو دليل من السنة يعضد غيره وغيره يعضده، فهذا المعضد المقوي هو في الحقيقة دليل في المسألة، يعني هو أحد أدلة المسألة، فلو استدللت للفريقين لذكرت الدليل الأول والذي عضده، تذكرهما دليلين في المسألة، وكذلك إذا ذكرت المذهب الثاني تذكر الدليل وتذكر الذي عضده، تذكرهما دليلين في المسألة، فحاصل الأمر أنه تعارض كتاب وسنة أيضا، فلا فرق بين الصورتين عندي والله أعلم، مهما قيل في الدليلين اللذين يتعارضا وعضدهما الكتاب والسنة، مهما قيل سواء قيل إنهما خبران أو آيتان أو قياسان أو غير ذلك من الأدلة، ترجع المسألة إلى تعارض كتاب وسنة. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.